بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة تعلم وافهم التعليمية، معكم معلمكم هشام حسن. النهاردة أعزائي طلبة طلبات التعليم التجاري الصف الأول والصف الثاني بالنسبة لنظام ال3 سنوات، والصف الأول والثاني والثالث والرابع بالنسبة لنظام ال5 سنوات، امبارح 20/4/2020 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأبحاث التطبيقية المطلوبة من التعليم الفني التجاري. إن امبارح نزلنا ايه اللي مطلوب مننا في الصف الاول والصف الثاني. النهارده ان شاء الله بنتكلم في اجراءات وارشادات اعداد البحوث التطبيقيه، وازاي نعمل البحث، وايه المراجع اللي هنرجع لها ان شاء الله عشان نعمل البحث. فتابعونا في هذا الفيديو. وبالنسبه لطلاب الدمج هينزل فيديو الابحاث المطلوبه من طلاب الدمج. وبالنسبه لنظام ال5 سنوات الصف الثالث والصف الرابع هينزل برضو الابحاث المطلوبه ان شاء الله تباعا، فتابعوا معنا. النهارده بنتكلم في اجراءات وارشادات اعداد البحوث التطبيقيه. ايه هي الارشادات عشان نعمل بحث تطبيقي؟ هل على الطالب او الطلاب المشاركه كمجموعه واحده بحيث لا تتعدى 5 طلاب؟ طبعا اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني ان هو خلى بدل ما البحث بيعمله طالب لوحده، وممكن يكون الطالب ما عندوش انترنت او ما عندوش وسيله يخش بيها على النت، فخلى ان مجموعه من الطلاب ما يزيدش عددهم عن 5 طلاب ممكن يشتركوا في البحث، بحيث ان يكون منهم واحد او اثنين عنده انترنت في البيت فممكن يخش ويسهل العمليه شويه. رقم 2، اختيار بحث تطبيقي واحد فقط من الابحاث المطروحه. طبعا احنا عندنا في الصف الاول في عندنا لو نتكلم عن شعبه عامه في عندنا بحثين هنختار منهم واحد، لكن بالنسبه للتعليم المزدوج شعبة النقل الدولي عندنا بحث واحد هنختاره، شعبة مساعد فني إداري وشعبة فني مخازن عندنا بحث واحد هنختاره، إنما بالنسبة لشعبة سكرتيرة طبية عندنا بحثين هنختار منهم واحد بس. أما بالنسبة للصف الثاني نظام ال3 سنوات وال5 سنوات متقسمين، إحنا عندنا 4 شعب: شعبة إدارة وتأمين وتسويق وقانون، شعبة الإدارة والتأمين والتسويق. كل شعبة من دول نازل لها بحثين هنختار منهم واحد بس هو اللي نعمله البحث التطبيقي بتاعنا. أما بالنسبة لشعبة قانون فنزل 3 أبحاث هنختار برضو منهم بحث واحد فقط. أما بالنسبة للتعليم المزدوج شعبة خدمات النقل الدولي وشعبة سكرتارية طبية وشعبة مساعد فني إداري وشعبة فني مخازن، دول كلهم نازل لهم بحث واحد، البحث ده مجبرين لازم نشتغل على البحث دوت. ده بالنسبة لاختيار البحث. طيب رقم 3، هل لي على كل طالب أن يدرس موضوع البحث التطبيقي وقراءته بطريقة متأنية وتدوين ملاحظاته على عناصر البحث؟ يبقى كل بحث أنا هقراه كويس هو طالب مني إيه؟ وأدون جنبي إيه اللي مطلوب، يعني هعمل البحث مكون من كذا وكذا وكذا، إيه العناصر اللي هشتغل عليها؟ تمام؟ وطبعًا هنعمل فيديو تاني إن شاء الله نوضح العناصر دي كلها بتاعت كل بحث من الأبحاث عشان نسهل على الطالب إن هو ممكن يخش ويشوف هيعمل إيه. رقم 4، على كل طالب أن يدرس العناصر الموجودة بالبحث والتي تعد عناصر استرشادية، وعليه أن يستكمل ويسير أي عناصر إضافية يرى ضرورة ضمها للبحث. يعني لو البحث طلب مني عناصر وأنا لقيت فيه عنصر لازم أتكلم عنه عشان هيسهل في عنصر اللي بعديه، يبقى أنا هضيفه من عندي في البحث وأتكلم عليه. رقم 5، هل يقوم الطالب بإعادة ترتيب عناصر البحث ترتيبا منطقيا ويجمع المادة العلمية التي تغطي جميع العناصر والتي ترتبط بالمواد والكتب الدراسية والمراجع الدراسية التي درسها من المصادر المختلفة المتاحة له، مثل المكتبة الإلكترونية لبنك المعرفة المتاحة. وطبعا احنا بنك المعرفة ما فيش في التعليم التجاري حاجة في بنك المعرفة بتخص التعليم التجاري خالص، فاحنا ممكن يبقى مصادرنا عبارة عن الكتب المدرسية والمراجع الدراسية، ودي هتبقى موجوده في مكتبه المدرسه. اذا حد حب يستعين مكتبه المدرسه ممكن، واذا ما حبيناش في مراجع ممكن نخش عليها وهننزل لكم كم مرجع كده هيفيدونا في الحاجات دي كلها. رقم 6، يقوم الطالب باختيار عنوان شيق للبحث. ده امتى؟ اذا لم يكن العنوان معطى، يعني لو البحث ملوش عنوان يبقى انا هختار عنوان والعنوان يشد اللي قارئ للبحث. كما يقوم باعداد مقدمه توضع في بدايه البحث توضح اهميه البحث ويشرح ويسير المادة العلمية التي جمعها بأسلوب وصياغة لغوية سليمة. يبقى أنا هاجي في المقدمة بتاعت البحث هحط في الأول أهمية البحث ده إيه، وهشرح وصيغ المادة العلمية بتاعته بس تكون بلغة عربية بتعكس مادة تمكني من اللغة العربية. يبقى إحنا هنستخدم أهو مادة اللغة العربية في صيغة مقدمة البحث.
قال لي رقم 7، لابد ان يكتب الطالب او يكتب الطالب المصطلحات الفنيه باللغه الانجليزيه. يعني لو بقى انا بتكلم مثلا زي ماده البيزنس ولقيت في مصطلح لازم اكتبه، هكتبه بالانجليزي هكتبه له. لقيت مثلا في ماده الاقتصاد في مصطلح هيكتب بالانجليزي هكتبه له. كما يستعين بالاحصائيات والصور المعبره مع امكانيه عمل عرض تقديمي مصاحب باستخدام الباوربوينت بريزنتيشن. رقم 8، يقوم الطالب بحل التمارين والاسئله التي يتضمنها البحث كتطبيقات على بعض الموضوعات التي درسها. كما عليه اعداد الرسومات الهندسيه والتصميمات وما يصاحبها من عمليات حسابيه اعتمادا على القوانين ذات العلاقه بموضوع البحث. يعني لو انا بعمل مثلا عندي بحث لقيت فيه حاجه تبع الاحصاء او الرياضه وفي قوانين بستعملها، هوضح القانون اللي انا استعملته. في رسم هندسي هوضح الرسم الهندسي اللي انا بعمله او التصميم اللي انا بشتغل عليه. نيجي بعد كده بقى، طيب ايه هي الشروط اللي لازم تكون موجوده في البحث ده؟ تعالوا بقى مع بعض واحده واحده عشان دوت المهم بالنسبه لنا. شروط يجب توفرها في البحث: صفحه الغلاف، غلاف البحث بقى، غلاف البحث، الصفحات بتاعتنا والتصميم بتاع الوزاره هننزله لكم ان شاء الله بي دي اف وننزل نطبعه في اي مطبعه ونشتغل عليه ان شاء الله. صفحه الغلاف، يلتزم الطالب باعداد صفحه غلاف البحث وفقا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني. يبقى التعليم الفني بعت لنا نموذج هنشتغل عليه، ده صفحه الغلاف هنلتزم بالكلام اللي فيها. عنوان البحث، يجب ان يبتكر الطالب عنوان شيق للبحث التطبيقي اذا لم يكن هناك عنوان معطى للبحث. اتفقنا دي نقول قلناها في الاول، لو ما كانش في عنوان للبحث هنعمل له عنوان ايه؟ عنوان شيق. نيجي بعد كده نعمل مقدمه للبحث، يجب ان يحتوي مقدمه، يبقى المقدمه بيقول يجب ان يحتوي البحث على مقدمه تتضمن اهميه البحث، يبقى انا في المقدمه هحط اهميه البحث. بعد كده عناصر الرئيسيه، يجب ان يتضمن البحث العناصر الرئيسيه وشرح مبسط لها باسلوب الطالب اللي هو العناصر اللي هيشتغل عليها في البحث مكون من كذا وكذا وكذا. موضوع البحث يضم شرح عناصر البحث التطبيقي. رقم 6، يجب على الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث. واحنا موجود عندنا في التطبيقات بتاعت سنه اولى وسنه ثانيه، في عندنا في شعبة إدارة في عندنا البحثين، موجود البحث الأولاني في سنة تانية، موجود بحث بيتكلم في زيادة رأس المال ده تمرين، وبحث بيتكلم في تخفيض رأس المال ده تمرين لازم نحله. بالنسبة للصف الأول اللي هو الشعبة العامة برضه موجود عندنا تمرين طالب منه قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، لازم نحل القائم دي كلها. يبقى هو بيقول لي أهو يجب على الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث، يبقى أنا هحلها مش هقول النواتج بتاعتها. يجب على الطالب ان ينص على المراجع والمصادر التي تم الاستعانه بها. يعني انا جبت مثلا التعريف مثلا من كتاب المدرسه، يبقى اصبح المرجع بتاعي كتاب المدرسه. جبت مثلا من عن طريق الانترنت، يبقى انا جبت منين؟ من الانترنت، بكتب المصدر بتاعي الانترنت. تمام. رقم 8، يجب ان يشمل ايضا البحث التطبيقي وفقا لطبيعته. يبقى ده بالنسبه لنا الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي بالنسبه لنا بتمثل شروط لازم تكون موجوده في البحث: صفحه الغلاف والعنوان والمقدمة والعناصر الرئيسية وموضوع البحث. طيب خطوات إجراء البحث، القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج. يبقى أنا لو أنا بعمل البحث وفي قوانين لازم أقول القوانين المستخدمة إيه هي والنواتج بتاعتها. رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث والتطبيقات، يبقى لازم لما أجي أعمل بحث لازم يكون في صور بتخص البحث دوت وفي تطبيقات بتخصه ورسومات توضيحية. رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضع عليها الأبعاد ومقياس الرسم، ده بالنسبة لو في رسم إيه هندسي، وإحنا في عندنا مطلوب مننا مطويات، المطويات دي هنعرف برضه نعملها إزاي مع بعض عن طريق البحث بتاعنا. طيب، ضوابط تسليم البحث، خلصت البحث خلاص، عايز أسلمه، نمشي مع بعض واحدة واحدة بقى. إحنا قلنا كم طالب هيعملوا البحث؟ 5 طلاب حد أقصى، عشان يسهل حتة الدخول الإنترنت ونقدر نخش ونبحث عن أي موضوع إحنا بنتكلم عليه. طيب، قال الضوابط بتاعتنا، يجب ان يقدم الطالب البحث بخط يده شخصيا. يبقى ما فيش حاجه اسمها يتكتب على الحاسب الالي، ولازم يكون بخط ايدك، يعني ما حدش يعمل لك البحث ويقول لك روح خد سلمه، ما ينفعش الكلام ده. يبقى لازم يكون البحث بخط يد الطالب شخصيا حتى ولو كان يعمل مع مجموعه من زملائه، ماشي. ولن يقبل بحث مكتوب على الحاسب الالي عدا بعض التطبيقات داخل البحث التي يجب تصميمها على الحاسب الالي وطباعتها. ده بالنسبه ايه لضوابط اللي هو كتابه البحث، بقى كتب البحث بخط الايد. احنا مجموعه من الطلاب بنكتبهم بخط ايدنا، كل واحد فينا بيشارك بحاجه ونكتبها بخط ايدنا احنا الخمسه كلنا، انما مفيش حاجه اسمها يتكتب الحاسب الالي الا لو كان في تطبيق على الحاسب الالي، يبقى انا هطبقه واعمله بالحاسب الالي.
يدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي. مش احنا قلنا اهو في الاول خالص من ضمن الشروط صفحة الغلاف، غلاف البحث هلاقي مكتوب عليها اسم البحث، هلاقي مكتوب عليها اسماء الطلاب والرقم الكودي لكل طالب. يبقى انا بالنسبه لي كل طالب هيدون رقم الكود الخاص بيه على غلاف البحث التطبيقي. وطبعا واحنا بنشرح المره اللي جايه ان شاء الله عشان نخش على ازاي على موقع ايدي مودو ونسجل الحاجات دي كلها، هعرفكم ازاي نخش ونجيب رقم الكود بتاعنا. بس في بعض الطلبه لازم يكون مسدد المصروفات عشان خاطر يطلع رقم الكود بتاعي، عشان في طالب بيخش ويسجل رقم كود ما بيطلعلوش. طيب رقم 3، يقوم الطالب بتحويل البحث لصيغه البي دي اف. طب انا كاتبه بخط الايد احوله بي دي اف ازاي؟ قال لي من خلال جهاز سكانر. يبقى احنا هنسحبه على سكانر وجهاز سكانر هيحوله البي دي اف لوحده. بعد ما حولناه بقى بي دي اف، قال للطالب هيرفع نسخه البحث البي دي اف على منصه ايدو مودو، وهعرفكم ازاي نخش على ايدو مودو وازاي نرفع على البحث بتاعنا. بعد ما ارفع المنصه على منصه ايدو مودو البحث بتاعي بصيغه البي دي اف، هحتفظ بالنسخه الورقيه. يبقى النسخه اللي بخط ايدي هحتفظ بيها، اوعى نرميها، نحتفظ بيها. رقم 5، في حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة ايدو مودو، مش عارف اخش على المنصة ومش عارف اسلمه، يقوم بتسليم اصل البحث للمدرسة والاحتفاظ بصورة البحث. يبقى انا همسك البحث بتاعي هصوره اصل وصورة، الاصل هسلمه في المدرسة والصورة هحتفظ بها معايا. بس امتى؟ بعد ما اختمها بختم المدرسة من المسؤول بالمدرسة ويحتفظ بصوره من البحث. يبقى انا الاصل هسلمه له وهجي على الصوره يمديه للمسؤول في مثل استلمها مني واختمالي بختم المقاس على الصوره ديت واحتفظ بالصوره بتاعتي. طبعا وزير التربيه والتعليم اعلن ان لو في ابحاث متشابهه ستلغى هذه الابحاث واعتبر الطالب راسب. يبقى احنا نركز في الحكايه دي كويس، يعني ما حدش يضحك عليا ويقول لي تعالى انا اعمل لك البحث وخد انتوا الخمسه دول اعملوا البحث وادي البحث لخمسه تانيين، لو الابحاث متشابهه هيلغى البحث لجميع الطلاب والطالب يعتبر راسب ويمتحن كانه بيمتحن دور تاني. الافكار دي كلها مش عايزين نفكر فيها، عايزين نعمل ابحاث بطريقتنا احنا. الوزاره بتعمل فكره جديده والفكره دي حلوه بالنسبه لنا عشان خاطر هتخلي عقلنا بيشتغل لوحده بعد كده ونقدر نبحث عن مصادر لوحدينا. بلاش حكاية اروح لواحد اقول له خد الكود بتاعي او خد اعمل لي الكود واعمل لي انت البحث والحاجات دي كلها. احنا اذا نزلنا لكم فيديوهات هينزل الفيديو عشان يعرفك ازاي تحل بحث، يعني في دروس عايزين نشرحها. طبعا انت قاعد بقالك فترة واكيد نسيتها ما بتاخدش درس، فاحنا ممكن نعمل شرح للدروس دي على البي دي اف، نعمل شرح كود دي على القناة، واعمل شرح لسنة اولى وتانية على القناة للحاجات العملي المطلوبة مننا واجزاء البيزنس المطلوبة والحاسب الالي المطلوب. احنا كل اللي فيها الحاجات دي هتبقى استرشاديه، انت بقى طبق الكلام اللي احنا هنقوله على التمرين اللي قصادك وحله بمجهودك. حل بمجهودك الفكره اللي بيعملها وزير التربيه والتعليم، فكره رائعه، فكره ممتازه، هتخلي الطالب يقدر الطالب يفكر ويعتمد على نفسه. احنا نساعد الناس المسؤولين في الكلام ده كله ونبدا نشتغل بقى بايدينا وننزل نشوف الابحاث. زي ما انت كده عايز تدور على شغل بتعمل ايه؟ حد بيجيب لك شغل بتنزل بتسال، بتنزل وبتسال وبتتعب عشان تحس بقيمه المكان اللي انت رحته او الشغل اللي انت جبته لنفسك، تحس بلذته. هو نفس الكلام، الابحاث المطلوبه مننا مش عايزين حد يقول لي هات فلوس واعمل لك البحث وحد يضحك علينا. برضه هاكد وهقول الابحاث المتشابهه ستلغى جميع الابحاث واعتبر الطالب راسب. فاحنا بالنسبه لنا عايزين نركز مع الابحاث دي، وكل الاجزاء اللي فيها اجزاء عمليه هتنزل لكم على القناه. مش عايزين بقى نهمل الفتره ديت، قدامنا 7 اسابيع نسلم فيها الابحاث بتاعتنا. 7 اسابيع يعني اكتر من شهر ونص. الفتره دي كلها هينزل لكم فيديوهات على القناه لشرح جميع الاجزاء، وفي عندكم مطويات مطلوبه عندنا في الصف الثاني، هنعرف نعمل المطويه دي ازاي، او الصف الاول هنعرفكم ازاي نعمل المطويه دي ازاي، افكار ليها ممكن نعملها، وانتم نقوا الافكار اللي تناسبكم. واتمنى لكم كل خير، وعايزين الطلبه نبدا من دلوقتي نبدا نجمع الكتب بتاعت المدرسه بتاعتنا نطلعها عشان خاطر هنقول يا جماعه نجيب الكتاب صفحه كذا في الدرس بتاعنا اللي بيتكلم في البحث كذا. الدرس دوت ممكن نقول من الكتاب بيقول الكتاب بتاعه ايه، ونخش مع بعض نشرح الدرس ده عشان نفكركم بس بيه الدرس دوت كان بيتكلم على ايه، واحنا الشرح اللي هنقوله على القناه عايزين نطبقه على البحث بتاعنا. فارجو الالتزام، واتمنى لجميع طلابي ابنائي وبناتي طلاب التعليم الفني التجاري نظام ال3 سنوات وال5 سنوات والتعليم المزدوج، اتمنى لكم كل خير واتمنى لكم التوفيق باذن الله.
بس لازم نتعب، نعمل اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وننتظر ازاي نعمل كود الطالب اذا كان الطالب ما عملش الكود بتاعه. وربنا يوفقكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.